السلام عليكم. كما وعدتكم تلاميذنا الخمسة، راح نبداو دراسة النص. نقراو النص مع بعض ونحلو ونقوم بالحل مع بعض. نبداو على بركة الله. النص يقول: أنا ابن الجزائر، أحب بلادي كحب لنفسي، ورثت ذلك عن آبائي وأجدادي، فقد ضحوا من أجل الوطن بالنفس والنفيس، وتصدوا للغزاة والمعتدين، وطردوهم من هذه الأرض الطيبة. على أرض الجزائر ولدت، ومن خيراتها تنعمت، وهواؤها تنفست، وفي أحضانها تربيت ونشأت، وأنا اليوم أنعم بالسعادة والهناء في ربوعها، لذلك أنا أعتز بانتمائي إليها ولا أقبل عنها بديلا، وأرجو لها الخير والازدهار. إن الوطن بحاجة إلي، فهو يرجو مني أن أدرس وأجتهد، لأنه من واجبي أن أرد له الجميل كي أبلغ المراتب العليا، وهكذا أصبح مواطنا صالحا، أقدم الأفضل لوطني، ولا يكون هذا إلا بطلب العلم، لأنه بالعلم يرتفع قدر الوطن ويزدهر. لذا أقول لكل تلميذ: أحب وطنك وحافظ عليه، لأنه كنز ثمين، ولا تهمل وصية شهدائنا رحمهم الله. النص راه يتكلم على الوطن، حبك للوطن، واش تقوم دورك نحو الوطن تاعك. هنا راح نستخرجوا السؤال الأول من فهم النص، عنوان مناسب للنص. راح نتكلموا، راح ندير أي عنوان المهم يتكلم على الوطن. حبيت تقدر تقول حب الوطن، تقدر تقول فداك يا وطني، تقدر تقول المواطن الصالح يخدم وطنه، يعني كما حبيت. هنا نقدروا نديروا هنايا، نعوض نجاوب هنا في الكراس عنوان النص، نقدروا نديروا فداء الوطن، ولا حبي لوطني، ولا حب الوطن. حب الوطن اللي حبيت ديروا. المهم ما تكبرش العنوان، ما يقدرش يكون اكثر من ثلاث كلمات، كلمتين ثلاث كلمات فقط، لانه عنوان فقط. حب الوطن، ولا قلنا مثلا خيرات وطني، مثلا يعني كما حبيتوا. المهم يدور على الوطن. نصح الكاتب التلاميذ واش قال هنا في النص الاول ولا النص، ونشوفوا. قال: احب وطنك وحافظ عليه لانه كنز ثمين. هذه كمان نكتبوها. نصح الكاتب التلاميذ وقال: احب وطنك، احب وطنك وحافظ عليه، وحافظ عليه لأنه كنز ثمين، كنز ثمين. ما كملناش الجملة. ولا تهمل وصية، كملها، ولا تهمل وصية شهدائنا، شهدائنا رحمهم الله، رحمهم الله. مرادف كلمة أفتخر. دوك نروحوا لشرح الكلمات. السؤال الثالث: أفتخر معناتها أعتز، أعتز، راهي موجودة في النص. كلمة قلنا أفتخر، أعتز. ثم نديروها، نوظفوها في جملة. وعندنا كلمة السفلى، العكس تاعها، الضد تاعها ولا العكس تاعها هي العليا. أفتخر بمعنى أعتز، والسفلى عكسها ضدها العليا. إذا هنا عندنا أفتخر، أعتز. ثم دوك نديروا الجملة، وعكس كلمة السفلى هي العليا. نروحوا للجملة تاع أفتخر. مثلا: أفتخر بانتمائي إلى وطني، ولا أفتخر بعلامتي الجيدة، ولا يفتخر المسلم، يفتخر المؤمن، المؤمن بدينه، مثلا بدينه الإسلام. نروحوا عكس كلمة السفلى هي العليا. الجملة تاع السفلى مثلا: تسكن، مثلا تسكن جارتي في الطابق السفلي، في الطابق السفلي. نكملوا هنا أسئلة الفهم، كملناها. روحوا أسئلة اللغة، اعرب ما تحته خط في النص. عندي أحب، عندي إن الوطن، حافظ، لا تهمل. نبدأ أحب. أحب هذه فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مرفوع بالضمة، ولا نقول وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره.
نروح الكلمة الثانية إن الوطن. هنا عندي إن، لو كان النحو إن كيكون عندنا اسم في بداية الجملة يكون معرف ومرفوع، هنا تكون كانت ضمة قبل ما تدخل إن، كانت الوطن. كي كانت الوطن كانت تعرب المبتدأ مرفوع بالضمة، دخلت عليها إن غيرت لها التشكيل ولات مفتوحة. إذا هذه إن هذا التوكيد ونصب تدخل على الجملة الإسمية. إن نعرفوا هنايا إن أداة توكيد ونصب. واش دير هذه إن؟ تدخل على الجملة الإسمية. إذا إن هنا عربنا إن الوطن، نسحق أن الوطن، الوطن اسم إن منصوب بالفتحة، اسم إن منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نكمل بباقي نكمل. إن الوطن عربناها، حافظ هنا فعل أمر، فعل أمر، الفعل أمر دائما نقولوا عليه مبني على السكون الظاهرة في على آخره، الظاهر على آخره. هنا بعد دائما فعل أمر نقولوا والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت، حافظ أنت. عندنا كلمة لا تهمل، لا تهمل. هنا عندنا لا تهمل، لا هنا يا حرف نفي وجزم، تدخل على الفعل المضارع. صافي هنا فعل مضارع، فعل مضارع. لا تهمل، لا تهمل فعل مضارع مجزوم، مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، الظاهر على آخره. نروحوا للتمرين بعد الإعراب. عندنا إملاء الجدول. عندنا استخرج من النص فعل مضارع منصوب، جار ومجرور، فعل أمر. الفعل المضارع المنصوب هو فعل مضارع سبقته حرف نصب، مثلا عندي هنايا نقلبوا مع بعض. كي أبلغ، كي أبلغ، حروف النصب هي أن، لن، إذن، كي، حتى، ولام التعليل. عندي هنا كي أبلغ، إذن فعل مضارع منصوب كي، أداة النصب هذه، أبلغ، أبلغ. ما نديروش هذه إن الوطن، هذا اسم، وهذه إن ماشي أن، أن تدخل هنا، أن أدرس، هنا أن، هذه أن ماشي نفسها كيما هذه، هذه تدخل على الجملة الإسمية، أما هذه تدخل على الفعل المضارع تتنصبو. صافي هنايا عندنا كي أبلغ، نقدروا نديرو أن أدرس. جار ومجرور هو حرف وجر مع الاسم، للغزاة هنا عندنا اللام حرف وجر، الغزاة اسم مجرور. عندنا من أجل حرف وجر اسم مجرور، على أرض حرف وجر اسم مجرور، نديرو على أرض، نقدروا نقولوا للغزاة عندنا حرف وجر وعندنا الغزاة اسم مجرور. فعل أمر عندنا حب، أحب لوطنك، عندنا أحب لوطنك، أحب، عندنا حافظ، فعل أمر مبني على السكون. نروحوا للسؤال هنا تحويل، دوك نديروا بعد التمرين هذا نديروا التحويل. نروحوا هنا سبب كتابة التاء والهمزة. نشأت، هنا عندي جدول، هنا كتبت الكلمة نشأت، هنا نهضر على الهمزة، سبب كتابة الهمزة على الألف. نشأت، كتبت الهمزة، كتبت الهمزة على الألف لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. تبعت الهمزة هذه، تبعت ما قبلها، الساكن هذه ما عندهاش دور. صافي نشوفوا اللي قبلها، الحرف الحركة اللي قبلها هي فتحة، إذا تكتب على الألف. نروحوا كلمة التاء هنايا، سبب كتابة التاء مفتوحة، كتبت التاء مفتوحة، نكتبوا كاع العبارة، كتبت التاء مفتوحة في كلمة تربيت لأنها فعل ماضي، لأنها فعل ماضي. نروحوا دوكا للتحويل. حول ما بين قوسين إلى الجمع. هنا عندي أحب وطنك وحافظ عليه لأنه كنز ثمين. أحب وطنك هنا نديروه أمر ونديرو نتكلموا مع جماعة. أحب وطنكم، الوطن تاع الجامع، أحب وطنكم، هنا نغيروا الكاف توليكم. أحب وطنكم وحافظوا عليه لأنه كنز ثمين. نكتبوا هنايا، إذا نكتبها
نكتبها هنا في التحويل. أحب أحب وطنكم وطنكم، وحافظوا وحافظوا عليه. نكمل. قلنا هنا عندنا بقنا التحويل، حول ما بين قوسين إلى الجمع. العبارة اللي هي أحب وطنك وحافظ عليه لأنه كنز ثمين، كي نحولوها للجمع تولي أحب وطنكم. هنا أحب ولا نديروا الهواء والجماعة، وطنك كيف نغيرها بكم، وطنكم، وحافظوا وو الجماعة فكذلك، عليه لأنه كنز ثمين. نكتبوها هنا أحب وطنكم وحافظوا عليه لأنه كنز ثمين. نروحوا للفقرة اللي بقت لنا. هنا قالك وطنك الغالي بحاجة، وطنك الغالي بحاجة إليك عزيزي التلميذ، ولا شك أنك تفكر في مهنة مستقبلية تنفع بها نفسك ووطنك وتساهم في ازدهاره. حرر فقرة من 10 إلى 12 سطر تتحدث فيه عن مهنتك المستقبلية، تستعمل فيها جملة منسوخة وفعل مضارع مجزوم. هنا نمجد لكم تعبير صغير، هذا التعبير يهدر على مهنة الطب. نبدأ مقدمة لكل واحد منا في هذه الحياة هدف يعمل لأجله ويتمنى تحقيقه، فالعمل هو الهدف الأسمى الذي نزاوله ولنتبعه ولنتخذه بعد إتمام دراستنا. كي نكملوا الدراسة تاعنا الهدف تاعنا نلقاو العمل نخدموه. هذه المهنة اللي حبيت نتكلم عليها هنايا، المهنة اللي طلبوها منك ديرها دخل في الموضوع. هنا درنا مقدمة، هنا ندخلوا في الموضوع، نهضروا على المهنة اللي حبيناها مستقبلا والهدف اللي علاش خيرناها. هنا واش نقولوا؟ ان المهنه التي احلم ان احققها مستقبلا هي مهنه الطب، لانها لماذا هنا؟ هنا الجواب تاعي لانها مهنه انسانيه ونبيله، هدفها زرع البسمه والامل في وجوه المرضى والفقراء، كما ان الطبيب هدفه تخفيف الالم، مهنه الطب هي تخفف الالم والاوجاع عن المرضى ومعالجه المشاكل الصحيه التي يعانون منها للمرضى وتهدد حياتهم. هذيك المشاكل الطبيب تاعو الهدف تاعو هو تخفيف الالم ومعالجة المشاكل الصحية التي يعانون منها وتهدد حياتهم، ولهذا علي أن أجتهد في دراستي حتى أحقق أمنيتي ولا أتكاسل في ذلك، ولا أتكاسل أبدا، لأن استعملت الفعل المضارع المجزوم. آخر مطاف وهي الخاتمة، ندير الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. هنا خيط مهنة الطب، ومهنة الطب هدفها الصحة ومعالجة المرضى. هنا الصحة دبت هنا كحكمة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، إلا المرضى اللي يشوفوا الصحة اللي تتنعم بها، يشوفوا نعمة الصحة. إن شاء الله تكون لحقت المعلومة وعجبكم السوجي هذا واللي خذيناه يعني.